السلام عليكم ورحمة الله. التسريبات، تقليل المنفعلات الإيرانية لزيادة الميليشيات. تتحدث الصحف منذ يومين عن التسريبات والتنازلات اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ومنحتها إيران من أجل أن تقنعها بالعودة إلى الاتفاق النووي، وبين تأكيد ونفي لهذه التسريبات كانت هناك تحركات إيرانية في الساحة الإقليمية تدل على أن هذه التسريبات لم تأتي من فراغ، وأن بعضها صحيح إن لم يكن أغلبها. طبعا التسريبات كما رشح حتى الآن تتضمن الكثير حول الصفقة المزمع عقدها أو تحقيقها في العودة للاتفاق النووي. من هذه التسريبات أو تتضمن هذه التسريبات ما يقال أن الاتفاق راح ينفذ على فترتين زمنيتين، كل فترة حوالي 60 يوم. أيضا الاتفاق ينفذ على 4 مراحل، كل مرحلة لها تفاصيل تنفيذية خاصة فيها، وتم تخصيص 60 يوم لقياس مدى نجاح أو فشل هذه التفاصيل أو هذا الاتفاق. من ضمن الأمور اللي تحدثت عنها هذه الصفقة أو في هذه التسريبات، يقال أنه سيتم إلغاء العقوبة عن 150 مؤسسة إيرانية، منها مؤسسات مرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي نفسه، يعني ترفع عنهم العقوبات يعودون إلى مزاولة نشاطهم التجاري الذي ريعه يعود للهياكل العسكرية والمنظمات اللي تتبع المرشد. 2، يسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوم، وهذا قابلية تصديق مثل هذا الأمر واردة بحكم أن الغرب يعاني من شح النفط المعروض في السوق، والخليجيين لأول مرة يتمردون على قرارات زيادة الإنتاج بناء على مصلحتهم من خلال هيكل أوبك بلس. فبيع 50 مليون سيفرق ويخفض الأسعار كما يرى الغرب، من مصلحة الغرب السماح لإيران ببيع بعض نفطها. أيضا الشركات الخارجية تحصل على ضمانات لاستمرار عملها لمدة 3 أعوام ونصف العام بعد أي انسحاب محتمل من الاتفاق، بمعنى أن العقوبات اللي كانت تجرم أي شركة تتعامل مع إيران سيعطونهم 3 سنوات حتى لو انسحبت إيران. ايضا يضاف الى هذه المده 2 متبقيين من الحكومه الامريكيه، يعني الديمقراطيين بقى لهم 2، فايضا تضمن طهران على الاقل 5 أعوام ونصف العام على الاقل لتنفيذ الاتفاق. ايضا وهو الاهم، سيفرج عن 7 مليار دولار من اموال ايران المجمده في كوريا الجنوبيه، يعني ايران كانت تورد النفط لكوريا الجنوبيه والدفعات المستحقه لم تدفع لإيران وتم تجميدها خلال هذه الفترة. 7 مليار ستعود إلى الخزانة الإيرانية، وهي مربط الفرس في تحركات إيران الإقليمية، أن يعني يكون لديها 7 مليار لن تذهب لتغذية الشعب الإيراني ورفع مستواه المعيشي، بل ستكون لاستخدامات أخرى كما اعتاد النظام الإيراني طوال 40 عام الماضية لاستخدام مثل هذه الأمور. أيضا مما رشح أن من ضمن التسريبات أنه اتفق على تبادل السجناء بين طهران وواشنطن كجزء من هذه العملية، فهناك الكثير من السجناء الأمريكان وإن كانوا من أصول إيرانية لكن تطالب فيهم واشنطن مقابل من اتهموا بالتجسس وموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية كسجناء، فيحاولون مبادلتهم مع بعض. طبعا هنا نقطة مهمة، هنا سكوت خليجي خلال التسريبات. قد يقول قائل وش دخلنا في كل ما سمعنا تسريبات لازم نرد، لازم يكون لنا موقف. احنا رسميا ليس لنا موقف، فكيف يكون للخليجيين رد او موقف من تسريبات وهي مجرد تسريبات؟ طبعا احنا انتبهنا للسكوت الخليجي. متى انتبهنا ان هناك سكوت خليجي عن هذه التسريبات؟ لما سمعنا تقارير إسرائيلية ترفض المسودة الاتحاد الأوروبي اللي رشحت هذه التسريبات وطلعت هذه التسريبات منها بحجة أن الصهاينة يقولون
هذه التسريبات تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي. وهنا نتساءل، التنازلات لن تضر الصهاينة بقدر ما تضرنا دول الخليج، فإيران متواجدة في العواصم العربية ولم توجد في تل أبيب حتى الآن حتى تضر الصهاينة، فيجب أن يكون هناك رد خليجي، على الأقل رفض مثل هذه أو التلميح بأننا لا نقبل محتويات هذه التسريبات إن كانت صحيحة. يجب أن يكون هناك رد خليجي ورفض خليجي معلن. طبعا انتبهنا أيضا حينما نقل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي تقارير أن هذه التنازلات غير صحيحة، وهنا لا نصدق الأمريكان بأن ينفون صحتها حتى لو كان مجلس الأمن القومي الأمريكي. في الولايات المتحدة يتشكل لوبي 5+1، يتشكل لوبي إيراني في أمريكا نفسها من صناع وشركات خدمات وشركات على كل المستويات، صحية وتعليمية وصناعية وفي المواصلات، وجميعهم قد وقعوا أو تقريبا مجهزين أنفسهم للدخول للسوق الإيرانية. الآن يتحدثون عن أن شركة بوينغ قد باعت إيران 20 طائرة إيرلاينر، 20 طائرة ركاب من شركة بوينغ. لولا موقف كل شيء ترامب لكانت الصفقة تمت، هي بناء على الاتفاق القديم. صناع الطائرات، الطامعين في التعاون النفطي، الطامعين حتى في الجامعات في البعثات الإيرانية التي تدرس في أمريكا، جميع هؤلاء يشكلون لوبي إيراني يدعم للتقارب الإيراني الأمريكي. لا يغرك الشيطان الأكبر ومثل هذه الأمور. أكبر جالية لإيران خارج إيران هي موجودة في لوس أنجلوس، وموجودة منذ زمن قديم، وهم من القوميين الإيرانيين. يعني قد يختلفون مع الحكومة الإسلامية أو حكومة المحافظين المتشددين، لكن يتفقون معهم في التطلعات الفارسية، في الهيمنة، في السيطرة على الخليج، السيطرة على الإقليم، وعودة الإمبراطورية الفارسية القديمة. هؤلاء القوميين يعملون لصالح إيران وإن كانوا لا يتفقون مع النظام. فإذا كان هؤلاء لوبي، ولوبي صناع الطائرات وصناع النفط وصناع لوبي، فلماذا لا يكون هناك تحرك موازي، ونحن نملك لوبي السلاح ولوبي النفط وأكثر من لوبي. التسريبات كما قلت قادت إيران إلى فرد عضلاتها، يعني خلال يومين، خلال 3 أيام أو حتى عندما كانت إيران تحس بأنها ستجاب إلى مطالبها، بدأت تتحرك تحرك واضح لفرد عضلاتها الإقليمية. لماذا وكيف تستعرض عضلاتها الإقليمية؟ لأن ما يهم إيران هو مشروعها التوسعي. مشروعها التوسعي هو الأولوية في كل شيء تقوم فيه إيران. المشروع التوسعي يعني الهيمنة، يعني السيطرة على القرار، بدل 4 عواصم عربية في 20 عاصمة عربية، ستبدأ بالخليج ثم بقية العالم العربي. المشروع التوسعي الإيراني ليس فكرة طارئة وليست طموح طارئ، هذه من ضمن الدستور الإيراني. من ضمن الدستور الإيراني يقول تصدير الثورة، وتصدير الثورة هو التوسع. فهل علينا أن نطالب بتغيير الدستور الإيراني حتى يتم كبح جماح إيران من التوسع؟ السبب الآخر أن في كل دول العالم هناك مركز الثقل، في كل دولة في العالم مركز الثقل الاقتصادي. أضرب اقتصادها تنهار الدولة، اضرب قوات العسكرية تنهار الدولة مثل صدام حسين، اضرب كير. مركز الثقل في إيران هو النظام نفسه، نظام الملالي هو النظام نفسه. نظام الملالي لا حياة لهذا النظام خارج المشروع التوسعي، يعني ما عندهم شيء يفتخرون فيه إلا أننا نتوسع، سواء بالطائفية، سواء بالسياسة، سواء بالحرس الثوري الإيراني. انهيار المشروع التوسعي يعني انهيار النظام. إذا ما تتوسع ينهار، ولدينا مثال جيد على ذلك. عندما انهار الاتحاد السوفيتي كان جراء انهيار النظام، لأن النظام لم يعد يملك قوة السيطرة على المحيطين به من الجمهورية السوفيتية. هذا نفس الكلام في إيران. التوسع هو تصدير الثورة كما قلت، المنصوص عليه في الدستور، ولن يتوقف ذلك، فهو أمر دستوري. التوسع نراه في كل مكان. واحد في اليمن مؤخرا استغل الحوثة
اللي يعملون تحت أمرة الحرس الثوري استغلوا الهدنة المعلنة لتجنيد مزيد من العناصر. كل يوم في وسائل الإعلام هم يخرجون دفعة من المقاتلين، هدنة ومرتاحين، ما في قصف طيران، الشرعية ما تهاجمهم، الشرعية يتهاوشون بينهم في شبوة، فهؤلاء يخرجون المقاتلين. بدل ذلك لديهم يعني بدل ذلك يعني أو نفهم من ذلك أن لديهم موارد مالية، كيف يدربون الناس بدون مال؟ فالآن نتصور كيف ستكون مواردهم المالية والتعزيزات العسكرية التي سيحصلون عليها لو حصلت إيران على 7 مليار. الآن يعطونهم بالكفاف، ووصلت لمرحلة أن يقولون دبروا حالكم، ما عندنا فلوس نعطيكم. تقول إيران لجميع أذرعها المسمات محور المقاومة أو محور الممانعة. الآن لا، لديهم 70 مليار ستستخدم لتدريب الحوثة ولتعزيز القدرات العسكرية للحوثة وكل شيء. الأمر الثاني، الذراع الثاني اللي بدأ يخرج وتفرد عضلاتها فيه هو في غزة، في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اللي هي الذراع الجديدة لإيران. الذراع الجديدة لإيران حتى أن العالم أو الإقليم يخشى أن تتحول إلى حزب الله الجديدة، وكأن إيران كأن إيران تنظر إلى حزب الله، يتهموننا بالطائفية لأنكم مجموعة شيعية، لأنكم مجموعة، الآن سنأتي بمجموعة سنية، فكأنها تريد أخذ مكان حزب الله أو موازي له على الأقل أو مساند له، لكن على الأقل ستخلق حزب الله جديد في الضفة الغربية. هذا ليس تبلي أو 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 أو, أو تجني على حركة الجهاد الإسلامي. إيران تضخ أموال طائلة لحركة الجهاد الإسلامي بأفواه مسؤوليها. إيران تسعى إلى تمكين جناحها العسكري لسرايا القدس، تمكينهم بالتكنولوجيا المتقدمة لصنع أسلحة متقدمة لتحقيق التوازن الاستراتيجي مع الصهاينة. نتذكر عندما بدأت الضربة اللي قبل أسبوعين أو قبل 10 أيام أو يمكن أقل، الجهاد الإسلامي يوعز أو أمر القتال العام لحركة الجهاد الإسلامي خرج من طهران من زياد النخالة اللي هو الأمين العام للحركة، وكان في طهران هو اللي أمرهم بالرد العسكري على العدوان الإسرائيلي وهو في طهران. الآن يتساءل شو يسوي في طهران؟ قال هو زيارتي لإيران زيارة روتينية، حصل أن صار القتال فأمرتهم بالرد. هذا ليس صحيح. من يعرف العسكرية يعرف وحدة القيادة، يعرف أن القادة لا يديرون أونلاين الأمور بمثل هذه، هناك غرفة عمليات يجب أن يكون القائد فيها. القيادي خالد بطاش يرد على مثل ما نقول أنه لا يجوز وحدة القيادة تطلب وجود القائد، أنت في طهران وتقود من هناك، وسالفة أنها حصلت وأنت في زيارة روتينية هذا مرفوض. القيادي خالد بطاش بصيغة أخرى يقول هناك متانة في العلاقات مع إيران فهي الداعم الأكبر لنا، هذا بلسان خالد بطاش. لكن إيران العظيمة أسمى من التدخل في شؤون المقاومة، يعني يحترمون لدرجة ما يدخلوا، لا لا لا، شأنكم وسووا اللي بتسووه، وقرار الحركة قرار وطني فلسطيني. لكن هذا الكلام لا يسوق علينا، هذا نفس كلام نصر الله ونفس كلام الحوثة اليوم، وين يقولون إيران ما تدخل، وكل المؤشر يقود إلى أن إيران هي من يقود العمل العسكري للحوثة، ويقود على الأقل نصر الله واضح في أكثر من خطاب أن كل شيء من إيران، وإيران هي أمنا وأبونا وكل شيء، هو أكثر وضوحا يعني في جميع محور المقاومة. فرد العضلات الثالث شاهدناه في إيران، إيران تستعرض عضلاتها عبر حزب الله، آخر شيء هالحين أو هو سابقا جنوب لبنان مجرد ساحة لإيران ولا شيء لمصلحة المصلحة اللبنانية، هي ساحة مواجهة بين إيران وإسرائيل. آخر شيء أن نصر الله حذر تل أبيب من الذهاب إلى التصعيد في حقل كاريش وترسيم الحدود البحرية، وأكد لهم أن هذا ما له علاقة بالمفاوضات بالاتفاق النووي، بمعنى أن الكثير قالوا هذه حزب الله أداة ضغط من إيران على الإسرائيليين في مشروع الاتفاق النووي. هو يقول لا ما له شغل، هذه حدودنا والكرامة اللبنانية وما بدنا نفرط في شبر، وهذا الكلام اللي لا يمكن بلعه بسهولة.
فرد العضلات الرابع مؤخرا نراه في العراق. إيران في العراق حصلت لها انتكاسة من فم الشعب الإيراني، من الشعب العراقي، من أفواه العراقيين وشرفاء أنفسهم عبر صناديق الاقتراع. أنتم مرفوضين، مرفوض تواجدكم في العراق، لكن ذلك يعني لم تتقبل إيران مثل هذا الأمر، فقامت بالانقلاب على الصدر بالإطار، الإطار التنسيقي، قاموا بانقلاب على الصدر وانتزع السلطة، فأنزل جنوده إلى أنزل رجاله وكوادره الصدر للشارع، فردوا عليهم واحتلال البرلمان. جميع هذه الأمور هي تحركات لصالح إيران، لصالح إيران، لأن إيران تريد ومن صالحها أن تحسم الأمور في الشارع العراقي بدلا أن تحسم في أماكن أخرى. لا مانع لديها من تكون هناك حرب أهلية، لكن تحسم لصالح الفريق الذي معها. يجب القضاء على الصدر وطموحاته العروبية وطموحاته العراقية الوطنية. فرد العضلات الخامس نراه في سوريا. إيران تتوسع في سوريا، خصوصا أن روسيا منشغلة بالحرب الأوكرانية. فيما مضى الأسد قسم سوريا بين حلفائه الإيرانيين والروس، فأعطى سوريا المفيدة للروس وسوريا غير المفيدة للإيرانيين، بمعنى حقول النفط، الحقول الزراعية، الموانئ، كلها كانت روسيا. الآن تغيرت الحسبة، روسيا مبتلشة حتى حلقها في أوكرانيا، فكان لابد أن يعود التدخل الإيراني. هذا ما يجري حاليا، لكن يواكب التوسع الإيراني في سوريا شيء غريب بطريقة أخرى، يعني بمعنى هم كل ما تحركوا ضربوهم الأمريكان، كل ما تحركوا ضربوهم الإسرائيليين. فما الحل؟ الحل هو الابتداع الشيطاني الجديد، ونشاطها صار عبر التهريب للأردن ودول الخليج، تهريب المخدرات والأسلحة. فإيران لم تتوقف عن التحرك في فرد عضلاتها منذ التسريبات أو قبيل التسريبات، وتهيئة للمرحلة التفاوض حول المشروع النووي الإيراني. هي بدلت، أخذوا مني مفاعلات وسأخلق ميليشيات، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. الخاسر في ذلك كله هي دول الخليج العربي، نحن الخاسر الأكبر. تحركها في اليمن ليس لصالحنا، تحركها في غزة ليس لصالحنا، لأن صحيح أن الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل، لكن بالنهاية سيتحول إلينا كما تحول غيره إلينا. تتحرك في سوريا والأسد وهو المناوئ لنا في كل شيء، تتحرك في العراق وهي الأقرب لنا، تتحرك في اليمن كما قلنا، تتحرك في كل مكان وهي ضد دول مجلس التعاون. إذن ما هو التحرك الخليجي المطلوب؟ هذا السؤال الأهم. ماذا فعلنا؟ حتى تنديد لم يحصل عن هذه التسريبات، لنقول أنها تسريبات ولن تخرج عن التسريبات. أليس مطلوب أن يكون هناك تحرك خليجي في هذه المرحلة قبل أن يصلوا إلى اتفاق الظالم الذي لم يتعرض للقضايا الأمنية ولم يتعرض للصواريخ ولم يتعرض للتوسع الإقليمي؟ صحيح أن حيز المناورة لدول مجلس التعاون للتحرك السياسي محدود، ولن أقول أن تحركهم قاصر، لأن يعني انفخ يا شريم ما منبرطم، يعني هذا حدنا للأسف، ونقدر يعني الواقعية السياسية تقول لا يمكننا أن نفعل أكثر من الحاضر، لكن هذا في السياسة، هذا في الخارج. أين الاستخبارات الخليجية؟ أين الاستخبارات الخليجية في تخريب الاتفاق النووي عبر ليس إرسال جواسيس لتفجير المفاعلات؟ حاشا لله، هذه جارة، وكل ما يحصل فيها من تفجيرات أو شيء سينعكس علينا، لكن عبر فضح التحركات الإيرانية كما فضحهم الصهاينة في الأمم المتحدة. الحصول على معلومات تشيطن أو هي الشيطان كشف حقيقة ما يفعله الإيرانيين. 7 مليار دولار اللي ستحول لإيران هي خير دافع لتحريك الشارع الإيراني ضد نظام الملالي إذا كان سيستخدم هذه الأموال. توقيف المفاعلات، تحريك الميليشيات، جميعها ضدنا. هذه فرصة لتأليب أو تحريك أو دعم الشعب الإيراني أن يستفيد من أمواله 7 مليار لنفسه. قد يتحركون،
قد يتحركون ان الاموال هذه الاموال الطائله ستذهب الى حزب الله، ستذهب الى الحوثيين، ستذهب الى الاسد، وستذهب الى الجهاد الاسلامي. هذه قناه المراقب الخليجي، وانا الدكتور ظافر العجمي. انا مستعد لسماع جميع استفساراتكم، انا مستعد لملاحظاتكم وجميع ما تقترحون، ولكم مني سلام.